مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية. كان معانا قبل الفاصل مكالمة من السعودية من الدكتورة عبير، وهي مصرية بتشتغل في السعودية. كان في قضية هناك اتعملت، وهم كانوا شهود وكلهم مصريين وبقالهم سنة ونص ممنوعين من السفر وممنوعين ان هم يرجعوا بلدهم مرة تانية. ده ازاي؟ دي حاجة، دي مشكلة قوية جدا، والمفروض ان هو ما يتسكتش عليها. وغلط منهم ان هم فضلوا ساكتين سنة ونص. ليه يسكتوا سنة ونص؟ وكمان تقصير لو فعلا ثبت ان هم اتصلوا بالسفارة المصرية في الرياض والسفارة ما عملتش حاجة. امريكا كلمت من شهرين الحقيقة، فدي برضو مشكلة. فلازم نعرف هو ايه الموضوع، واعتقد ان احنا لازم ناخد الرقم ده. يعني انا اتمنى ان احنا ناخد الرقم ده ويوصل لوزيرة الهجرة الحقيقة. والدكتورة يعني فاضلة بتتصرف وبسرعة، فاحنا نقدر نتصرف. يا ريت يعني نعمل ده. احنا خدنا الرقم منها. وهنرجع نتواصل معاكي تاني يا دكتورة عبير، وبعدنا تفاصيل. مش هنسيبك يعني اكيد مش هنسيبك. طيب انا معايا دلوقتي التليفون. الو الو ام محمود. ايوه يا ام محمود. ايوه يا بنتي اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبه قلبي، انت على الهوا. لو سمحتي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي انا طالبه بس عايزه معاش والدي ودايخه مش عارفه اخده عشان انا جوزي موجود. عليكم السلام. حضرتك جوزي عايش وتعبان، مريض. جوزي مريض وتعبان. فحضرتك انا عايزه معاش والدي بحيث ان انا اساعد بيه في البيت، وبجيب بامبرز وبجيب علاج، وعنده فيروس سي وتعبان وعنده جلطه، وانا تعبانه عندي قطع في الغضروف في رجليا الاثنين، ما عنديش ان انا اعرف اشتغل ولا اعرف اعمل اي حاجه. فكل ما اروح ورحت الاستاذه غدا والي قالت لي ما ينفعش، لازم جوزك يكون مطلقك او متوفي. فانا بنتي مدايخه، انا عايزه يعني صوتي يوصل حتى لربنا يبارك له الرئيس بتاعنا يكرمك ربنا. عايزه بس معاش والدي، الله يكفيكي شر المرض يا رب حبيبه قلبي، عشان انا دخت خلاص بقى عليا دوني دنيا والاخره، واللي بيساعد النهارده ما بيساعدش بكره. يا اما عايزه اي كشك اي حاجه اي حد. انت ما عندكيش اي مصدر دخل يا ام محمود؟ ما عنديش اي مصدر دخل. اي مصدر دخل ما فيش. عندك كام طفل؟ نعم عندك كام طفل؟ عندك اطفال قد ايه؟ مفيش يا بنتي خالص. مفيش؟ ما عندكيش اطفال؟ عندي ولدين. ولد عنده كهرباء والتاني ما نعرفش عنه حاجه. ما تعرفيش عنه حاجه؟ ليه عنده كام سنه؟ ما نعرفش عنه حاجه يا بنتي، سابنا ومشي. طيب ماشي يا ام محمود، سيبي رقمك في الكنترول وهنشوف احنا هنقدر نعمل لك ايه. ما على فكره ده في ستات بتطلق مخصوص عشان تاخد معاش والدها، ما هي مش عارفه تعيش. ففي ستات بتطلق وتتجوز عرفي، تبقى معاها ورقه عرفي بينها وبين جوزها اللي معاشراه بقى لها سنين عشان تعرف تاخد المعاش، ودي مشكله برضو. يعني دي مشكله تانية. انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني مع احترامي لام محمود واحترامي لكل حد محتاج، ولكن احنا شعب الحقيقه سامحوني انا ما بعرفش اجامل، احنا اعتدنا على طلب المساعده وليس ايجاد المساعده. ايوه حق المواطن انه طول الوقت الدوله تكون مسؤوله عنه في الخدمات، في الصحه والتامين الصحي، في التعليم، في المواصلات، في البنيه التحتيه، حقه. في السكن حقه. ولكن المواطن لازم يسعى ان هو يدور على حقه ازاي، مش بمخالفه القانون ولا بالاستثناء. الاستثناء يفتح باب الفساد. امال يدور على حقه ازاي؟ يدور على حقه ازاي؟ يعني ام محمود لو هي كده هي قادرة على انها توصل. انا اعرف حالات كتيرة خدت معاشات مش بحكم انها معاش والدها، امال ايه، لكن بحكم انها غير قادرة على العمل. هو مريضة. عاجز عن العمل. ففي معاش بهذا الخصوص. واعرف حالات ماشية على هذا الشكل. دي جزئية. الجزئية التانية انا هسأل سؤال وما تجاوبونيش عليه. السؤال ببساطة، السوريين اللي نزلوا مصر ايوه هم يعني في مقوله بتقول ان هم اثبتوا ان مفيش بطاله، في كساله، في انتخ خلاص، واستعداد طول الوقت لمد الايد. طيب السوريين اللي نزلوا مصر بلا مأوى، بلا فلوس، بلا مال، وبلا عائل، وبلا وطن. صحيح اهلا بيهم في بلادنا، يعني دي بلادهم التانية، تشتغلوا، ولكن هم عملوا ايه؟ خلقوا فرص عمل. مش بس كده بقى، تحدوا البطالة، وتحدوا الفساد اللي احنا بنشتكي منه. أيوة. وتحدوا كل معوقات العمل اللي شبابنا بيقول ما انا كل ما اروح يسدوها في وشي. صح صح صح. فاشتغل بقى في ظل ظروفه هو، وفي ظل ظروف الوطن التاني اللي هو فيه. صح. وانتج واشتغل ونجح ورضي، بس من غير ما يتلت وعلي. ولا يتأنتك على لقمة عيشه. وعلي ما انا هبتدي بحاجه صغيره وهعلى اعلى اعلى. ممكن هفضل اقول حاجه صغيره. انا الحقيقه مدير نشر في نهضه مصر.
المعرض شغال. انا ما عنديش اي مشكله واحنا بنفرش المعرض مع زمايلي ان انا بلمع الكتب وارص كتاب وافرش وامسك كريشه وامسك فوطه. احنا لازم نشتغل بهذه الثقافه. بروح عندي اب بيقول لي اوعي تتكبري على اكل عيشك. صح. ايا كان بقى ومهما الحاجه اللي انت بتعمليها صغيره شوفيها اكبر حاجه، ومهما ضاقت في وشي سبل الرزق عمري ما اقول انا محتاجه.